السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وافتح اللهم لقولنا قلوب الغلفاء وآمن عميا وآذانا صمة، واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الآخرة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. كيف حالك أختي مرني؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. وكيف الحال يا أستاذ؟ الحمد لله رب العالمين. هل صوتي واضح؟ نعم أستاذ، واضح. واضح. نعم. طيب، كنا قد درسنا درس التخييم، صحيح؟ نعم صحيح. طيب أختي مرني، أريد كلمة أسلوب في جملة. أسلوب. التخييم أسلوب من الأساليب التجويه. أسلوب من؟ من أساليب التجويه. من أساليب الترويح، جيد. طيب، عندما أقول قد وبعدها مضارع بأي معنى؟ شك. طيب، أعطيني جملة. قد أسافر إلى المكة إن شاء الله. إلى مكة حتى إن شاء الله. إلى مكة، ولو كان قد بعدها ماضي. بعدها ماضي. قد أفلح المؤمنون. أو قد درسنا التخييم في الماضي. نعم، إذا ما معناها؟ معناها يقين. معناها يقين. يقين. طيب، جيد. هل أنت تعدين للفطور اليوم؟ لما يا شيخ. إذا ما معنى يعد للفطور؟ يعد الفطور. أشتري الأرز والخضروات واللحم في السوق، ثم أغسل الخضروات، ثم أطبخ، ثم يحمل إلى المائدة. ثم أحمل إلى المائدة. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل. إذن أنت تعدين للطعام. أنت تعدين للطعام. أحسنت وبارك الله فيك، ما شاء الله. طيب، لو أنا قلت مثلا نصبت بيتا خلف الشجرة. نصبت بيتا خلف الشجرة، ما معنى هذه الجملة؟ أقوم البيت خلف الشجرة. أي، هل يجوز أن أقول خيمت يعني بيت؟ خيمت
لا لا شيء قيمته خيمة. خاص بالخيمة فقط، صحيح؟ صحيح. جميل جميل ما شاء الله. طيب عندما يروح الناس عن أنفسهم في شاطئ البحر، ماذا يفعلون في شاطئ البحر يا أختي مرنين؟ في الشاطئ البحري ممكن يقيم الخيمة أو يشاهد الطيور أو يمشي، ممكن أو يمشي جلن يمشون، صحيح؟ أو يمشون. نعم. طيب هل أنت تحبين مشاهدة الطيور؟ نعم يا أستاذ، أحب مشاهدة الطيور. أحب مشاهدة الطيور، جميل ما شاء الله. طيب أحسنت يا أختي مرني وجزاك الله خيرا ما شاء الله. هل أنت تراجعين كل يوم يا أختي مرني؟ أحيانا أستاذ. جيد. طيب لا بأس. طيب عندنا اليوم إن شاء الله درس جديد عن الحياة الزوجية، عن الحياة الزوجية، تمام؟ طيب في إندونيسيا يا أختي مرني، لو مثلا الرجل أو الشاب بيموديا، الشاب يريد الزواج، ماذا يفعل؟ ممكن هل هو يبحث بنفسه؟ نعم موسى، يبحث بنفسه أو والدي أو أسأل والدين. يسأل يسأل الوالدين. الوالدين، نعم صحيح؟ صحيح. طيب في لو مثلا الرجل يريد الزواج مثلا، ما صفة المرأة في إندونيسيا؟ أنا أتكلم عن إندونيسيا، رجل إندونيسيا يريد الزواج، ما صفة المرأة التي يريدها؟ ممكن جميلة، نعم، أو ممكن بني جيدة، جيدة في جيدة دراسة، في أي شيء؟ ممكن الغنية. هو يريد امرأة غنية. لا 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 أستاذ، غني في المال أنا أعرف، يعني الرجل يريد امرأة غنية، صحيح؟ صحيح. طيب لماذا؟ لا لا أدري أستاذ. لا لا، يعني لماذا الرجل يريد امرأة غنية؟ هل المرأة هي ستعطيه النقود يعني؟ أحيانا المرأة في إندونيسيا يأمل، والرجل تعمل في الشركة أو في المدرسة. المرأة، صحيح؟ صحيح. والرجل يعمل أو في البيت؟ يأمل أيضا. طيب من يدفع المهر؟ هل تعرفين المهر؟ نعم نعم أستاذ، في إندونيسيا الرجل يؤتي الرجل يؤتي المهر إلى المرأة. إلى المرأة. إلى المرأة. نعم. وهل في إندونيسيا المرأة تعطي المهر إلى الرجل؟ نعم، في موجود موجود في
Sumatera Barat. في سومطرة. نعم. كيف يعني المرأة تعطي المهر إلى الرجل؟ ليس مهر ولكن apa ya يؤتي يؤتي نقود إلى الرجل يا شيخ. لماذا تعطي النقود إلى الرجل يعني؟ عدد apa ya عدد، نعم عدد، عدد صحيح. عدد في مينان سومطرة بارت. هذا في أي مدينة؟ مينان بادان. في باتان. نعم. طيب مثلا لو أنا قلت هذا خاص بالرجال، يعني ال 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 الرجل يريد ممكن كما قلت امرأة غنية تعمل، صحيح؟ صحيح. ويريد مثلا امرأة صالحة، صحيح؟ صحيح. طيب ماذا تريد المرأة؟ تريد المرأة الرجل صالحون قويون في المال أيضا. نعم هذا فقط ممكن. Ini apa keturunan? Sebentar, Ustaz. Nasab mungkin di Indonesia. Nasak? Nasab. Yani? Yakni apa ya? Waliduhu mungkin di Indonesia. Raja apa ya? Bangsawan. Apa? La'arifil Arabi. La'arif Arabi. Keturunan. Waliduhu mada? Waliduhu mungkin Amir. Amirul. Amir. Naam. Oh. يعني مثلا يعني هي تريد رجلا أبوه مثلا وكيل بوغور، صحيح؟ وكيل باندون، هكذا. نعم هكذا. نعم نعم جيد. طيب السلام عليكم شيخ أرينتو، شيخ القادم. وعليكم السلام شيخ. كيف الحال؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. طيب اليوم نحن نتكلم عن الحياة الزوجية. طيب شيخ أرينتو، عندما يريد الرجل أن يتزوج، تمام، ما صفات المرأة التي يريدها؟ إنجليزي يا شيخ. ممكن جميلتي نعم أو هو صالحة جميلة وصالحة. طيب لو أنت وجدت امرأة صالحة ولكن غير جميلة، ماذا ستفعل؟ يعني مثلا أنت وجدت امرأة صالحة ما شاء الله ولكن غير جميلة، ماذا ستفعل؟ ستفعل هل أنت توافق أو ترفض؟ هل أنت توافق يعني لتريما أو ستجو أو ترفض مضاد؟ أوكي أريد نظر امرأة أريد أن أنظر إليها. مرة أخرى. أريد أن أنظر إليها. جميل. ثم memutuskan ثم ya ya ثم ماذا memutuskan شيء
يعني ثم أحدد نعم أو لا، صحيح؟ صحيح صحيح. نعم. طيب شيخ نور قادم. نعم يا شيخ. نعم، قال الشيخ أرينتو من صفات المرأة مثلا التي سيتزوجها، أولا قال أن تكون جميلة وصالحة، ما رأيكم أنتم؟ أنا سواء مع الشيخ أرينتو يا شيخ، جميلة صالحة سواء في المنهج. كيف سواء في المنهج؟ السنة صح. هذا تقصد شيخ نور قادم؟ سواء في المنهج بمعنى يا شيخ؟ يعني مثلا لو انت مثال لو انت من الصوفية، هي من الصوفية صحيح؟ نعم. طيب نفس السؤال، لو أنت وجدت امرأة صالحة ولكنها غير جميلة، ماذا ستفعل؟ أولا أنا يوجد ketertarikan dulu sih gimana ya? Anta tanzuru awalan. Ada ketertarikan dulu baru. Nah, manzuru awalan idzan anzuru awalan. Anzuru awalan idzan yujad ketertarikan gimana? Tuma ana lanjutkan proses ya apa itu? Tuma ukmilu. Naam, thumma ukmilu, ukmilu. Thumma ukmilu, naam, ukmilu, ukmilu. عندنا عندما تقول process, thumma ukmilu al-ijra'at. Ukmilu al-ijra'at, process. Melengkapi, naam. Thumma ukmilu. Al ijra'at. طيب لدي سؤال آخر شيخ بو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مثلا ما الصفات التي تريدها المرأة في الزوج؟ خلاص نحن عرفنا الزوج يريد امرأة جميلة وصالحة، ما الصفات التي تريدها الزوجة في زوجها شيخ؟ في رأيك شيخ بو؟ نعم شيخ. وعليكم السلام. هل فهمت السؤال؟ أخي بوبو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا شيخ، بلوم نيامبونغ. طيب أخي بوبو، اليوم نحن نتكلم عن الحياة الزوجية، جيد؟ طيب. مثلا رجل يريد الزواج، سيذهب إلى امرأة، تمام؟ نعم. هذه المرأة ما صفات الرجل الذي تريده هي؟ ما صفاته؟ نعم. في رأيك في إندونيسيا مثلا؟ في إندونيسيا صفات الرجل الصالح سن جميل وصاحب صريح وجميل وغني وغني. جيد. طيب ولكن ما أهم شيء، يعني أهم صفة
للرجل في إندونيسيا يا شيخ؟ صفة صبر. صابر صحيح؟ صحيح. جيد جيد ما شاء الله. طيب اليوم إن شاء الله نحن سندرس درسا جديدا وهو عليك بذات الدين. عليك بذات الدين، تمام؟ طيب هذا حوار بين الأم وابنها بلال. حوار بين الأم وابنها بلال. طيب أنا سأقرأ من فضلكم جميعا، انظروا واستمعوا جيدا وأعيدوا. الأم: أنت قلق يا ولدي، ماذا بك؟ أريد الزواج يا أمي ولا أجد الفتاة المناسبة، ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج، هل تعرفين واحدة؟ هل تعرفين واحدة مناسبة؟ فاطمة بنت صالح، هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها. ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ نعم، هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. طيب هناك هدى بنت عبد العزيز، سمعت أنها ذات مال وجمال، ولكني أريد الحسب والنسب. تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. ما الذي يحقق السعادة إذن؟ إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. ذات الدين؟ أحسنت يا أمي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب أخي أبو رفيف. نعم شيخ. أنت تقول كلام الإبن بلال، تمام؟ تمام. وأخي أرينتو أنت تقول كلام الأمي. نعم. أنت قلق يا ولدي. أنت قلق. أنت قلق يا ولدي، ماذا بك؟ أريد الزواج يا أمي ولا أجد الفتاة المناسبة. هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج، هل تعرفين واحدة مناسبة؟ فاطمة بنت صالح، هذه غير مناسبة، إنها فقيرة. هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها. ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ في زينب؟ ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ نعم، هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. عفوا يا أبو رفيف، أنت قلت ولكني الصحيح ولكني. ولكن يا أستاذ لا يوجد ألف بعد اللام. نعم يوجد ألف بعد اللام في النطق لكن لا تكتب، تمام؟ نعم هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. هناك هدى
بنت عبد العزيز. سمعت أنها ذات مال وجمال ولكني أريد الحسب والنسب. تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. ما الذي يحقق السعادة إذن؟ إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. ذات الدين، أحسنت يا أمي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحسنت. طيب، ما عنوان الدرس أختي فيني؟ نعم يا شيخ. ما عنوان الدرس؟ عليك بذات الدين. عليك بذات الدين. عليك بذات الدين. طيب، أولا عندنا عليك ب ثم ذاتي، تمام؟ ما معنى عليك ب أختي فيني؟ له، لها يا شيخ. عليك بي يعني لها. ممكن. عندما أقول مثلا، انتبه معي، عليك بي بالصلاة، ما معنى عليك بالصلاة هنا؟ واجب. واجب، أحسنتي. إذن انتبه معي من فضلك، عليك بي يعني يجب، يعني يجب عليك. عليك بي يعني يجب عليك أو واجب، تمام؟ طيب، لو أنا قلت عليك بالصلاة، ها ماذا أيضا أختي عائشة؟ ممكن عليك بي؟ أختي عائشة؟ طيب أخي نور قادم؟ عليك بالصوم. عليك بالصوم. مرة أخرى، عليك بالصوم في رمضان. يعني يجب عليك، إذا لو أنا قلت، انتبه، عليك بالصوم في رمضان، بمعنى يجب عليك أن تصوم، تمام؟ طيب، أنا أقول عليك بشرب الخمر، صحيح؟ خطأ. أخي نور قادم، يجوز؟ يجوز إذا أنتم أنتم تريد دخول النار. طيب، بارك الله فيك. طيب، أنا أقصد ما مضاد عليك بي، بمعنى مثلا أنا أقول، انتبه، عليك بالصلاة. طيب، لو أنا أريد أن أقول لا تفعل، جنان، جيد، أقول إياك و، مرة أخرى، إياك و. كيف أقول هذا في جملة يا أستاذ؟ انتبه معي، إياك
والخمر. هكذا مرة أخرى، إياك والخمر، يعني لا تشرب الخمر، بمعنى لا تشرب الخمر. هذا في النحو اسمه أسلوب التحذير، حذر يحذر. طيب مثال آخر، لو أنا قلت انتبه عليك بالزواج وإياك والزنا، ما معنى هذه الجملة أخي أبو رفيف؟ يجب أن تزوج ولا تجوز الزنا. ولا تجوز الزنا، يعني لا تفعل الزنا. لا تفعل الزنا. طيب أخي أبو رفيف، أريد عليك بي وإياك و في جملة. عليك بالسنة. الله. عليك بالسنة وإياك وإياك وبدعة وبدعة وإياك والبدعة تاء. مرة أخرى، عليك بالسنة وإياك والبدعة والبدعة. الله أكبر، أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب شيخ نور قادم، أخي نور قادم. نعم يا شيخ. عليك بالتوحيد وإياك وشرك. وإياك والشرك. نعم، وإياك والشرك. نعم، مرة أخرى، عليك بالتوحيد وإياك والشرك. وإياك والشرك، أحسنت وبارك الله فيك، ما شاء الله. أختي فيني. نعم يا شيخ. نعم تفضلي. عليك بالمعروف وإياك والمنكر. ما شاء الله، عليك بالمعروف وإياك والمنكر، ما شاء الله. طيب إذن هو يقول عليك بذات الدين، يعني يجب عليك أن تتزوج ذات الدين. طيب يا أستاذ، ما معنى كلمة ذات؟ ها، له. تفضلي. ذو يا شيخ. نعم، ذو مؤنث لذو. طيب وما معنى ذو؟ له. له. طيب مثال انا لدي قلب. مرة أخرى، أنا لدي قلب، صحيح؟ إذن أنا لدي قلب، يجوز أن أقول أنا ذو قلب. أنا ذو قلب. إذن ما معنى ذو هنا؟ لدى. تمام؟ طيب انتبه معي، إذن كلمة ذو يعني لديه، صحيح؟ طيب فمثلا لو أنا أسألك يا أبا رفيف، انظر، أنا سأسألك مثلا
هل لديك سيارة؟ هذا سؤال أريدك أن تسأل بـ ذي. كيف نقول؟ هل أنت نعم ذات السيارة؟ مذكر ذو سيارة. ذو سيارة. هل أنت ذو سيارة؟ بمعنى هل أنت لديك سيارة؟ إذن كلمة ذو بمعنى لدي، لديك، لديك، لديه، لديها. جيد؟ طيب هل كلمة ذو مفرد أو جمع؟ مفرد. طيب من يعرف الجمع؟ ذو. أختي فيني مرة أخرى؟ ذو يا شيخ. ما شاء الله صحيح. ذو. ذال واو ضمة واو مد. ذا الفتحة واو ضمة واو مد. ذو. طيب مثال، لو أنا قلت انظر الطلاب، أريد أن أقول الطلاب لديهم كتب. كيف أقول هذا يا أخي فرمان؟ الطلاب ذو الكتب. ذو كتب. ذو الكتب. مرة أخرى، الطلاب. الطلاب ذو كتب. كتب، يعني الطلاب لديهم كتب. تمام؟ طيب ما مضاد ذو يا أختي عائشة؟ مضاد المادسة؟ مضاد ذو. لم أدري يا سيح. طيب أختي عائشة، ما مضاد لديه؟ ما لديه؟ كيف المؤنث؟ ما لديها؟ لديها. طيب ذو يعني لديه، ذو يعني لديه للمذكر. نعم. فمثلا أنا أقول هل أنت ذو سيارة، يعني هل لديك سيارة. لو أنا قلت أنا ذو قلب، يعني أنا لدي قلب. طيب المضاد ذا تو في الدرس اليوم. ذا تو. إذن ما معنى ذا تو؟ يعني لدي ها. ذات يعني لديها. تمام. طيب مثال، انا اقول انتبه معي، هي لديها بيت. هي لديها بيت او اختي عائشه او ماذا؟ هي ذات بيت. بيت هكذا. هي ذات بيت، يعني هي لديها بيت. تمام. طيب سؤال يا أختي مرني. نعم. هل أنت ذات دراجة؟ لا ذات دراجة. لست دراجة. ذات دراجة. مرة أخرى، لست ذات دراجة. طيب إذن لست ذات دراجة، يعني ليس لدي. تمام. طيب يا أختي كنار. نعم يا شيخ. هل أنت ذات أخ؟ نعم لدي
أخي لدي أخ. مرة أخرى. أنا ذات أن. مرة أخرى. أنا أنا ذات أخ. أخ. أنا ذات أخ. طيب كلمة ذات مفرد أو جمع؟ أخوان أخوات. مفرد. كيف جمعها؟ ذوات. ذوات. الجمع ذوات. طيب مثال، انتبه معي. لو أنا قلت الطالبة أو المسلمة كيف أقول لديها حجاب يا أبا رفيف؟ ذات حجاب. المسلمة ذات حجاب. طيب كيف نجمع هذه الجملة يا أختي مرني؟ المسلمات ذوات حجاب. الله. المسلمات ذوات حجاب، هكذا يعني المعنى. المسلمات لديهن حجاب. واضح؟ واضح. واضح. وما مضاد ذات؟ ذو. ذو. إذن انتبه معي. ذو المضاد ذات، الجمع ذو، ذات الجمع ذوات. تمام؟ تمام. طيب عندما أقول، عندما أقول عليك بذات الدين، ما معنى هذه الجملة يا أخي فرمان؟ يجب أن يجب أن يفعل الدين. مرة أخرى. يجب أن لديها الدين. يجب أن تتزوج امرأة. لا. لا. لديها دين. لديها دين. لا. مرة أخرى. لديها دين. يجب أن لديها دين. يجب أن تتزوج امرأة لديها دين. عندما أنا أقول عليك بذات الدين، هذه الجملة للرجال أو للنساء؟ للرجال. إذن يعني أنا أقول للرجل تزوج امرأة ذات دين، صحيح؟ صحيح. هذا يجب، هذا واجب. طيب كيف أقول هذه الجملة للنساء يا أختي كنار؟ ها أختي كنار، طيب أختي عائشة، الآن نحن نقول هذا الكلام للمرأة. نعم. عليك. عليك. بذي. بذي، أحسنتي. الدين. الدين. لماذا يا أستاذ قلت بذي؟ أنت قلت ذو، صحيح؟ ولكن هنا عندنا هذا في علم النحو درس اسمه الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة تجر بالياء، نقول بذي. تمام؟ تمام. طيب بعد ذلك ماذا تقول الأم يا أخي أرينتو؟ أين يا شيخ؟ أهلا. أنا الأم تقول أنت. أنت قلق يا ولدي،
Mada bika? Al-Bilal yakul uridu zawaja ya umi wala ajidul fatatal munasibata. Anta qaliqun ya waladi. Baik, ma makna qaliqun? Akhi Arinto. Qaliqun. Ladri ya Syekh. Naam. Mungkin hazin? Mungkin hazin? Hazin? La, laysa hazin. Ha, aktifini. Ma makna qaliqun? Di Indonesia gelisah ya Syekh. Oh, gelisah. Hello. Aha, jayid. Au indakum aydan mithla khawatir, khawatir, sahih? Khawatir. Galau, galau. Misal, misal, misal. Misal. Masalan, law ana qultu yaqlaqu. Fi'l huwa yaqlaqu. Tamam? Masalan, ana talibun في الجامعة أو أنا طالب في المدرسة الثانوية في المدرسة الثانوية تمام العالية ثم غدا يوجد اختبار الجامعة إذن أنا أقلق مرة أخرى أقلق من الاختبار مرة أخرى أنا أقلق من الاختبار جيد؟ جيد كيف الماضي أخي أرنتو؟ قلق لا هذا مثل شاربا شاربا قلق إذن قلق مضارع يقلق يقلق الأمر اقلق اقلق مصدر قلق لا هذا طعام في إندونيسيا قلق بوكا بواسا لا قلق قلقون طيب لذيذ صحيح صحيح لذيذ قلق يقلق اقلق قلاق جيد شيخ جيد إذن أنا أقول أقلق من الاختبار ما معنى هذه الجملة في الإندونيسية أختي فيني؟ نعم يا شيخ عفوا ما معنى هذه الجملة؟ أقلق من الاختبار نعم أنا قلق لا ما معنى هذه الجملة في الإندونيسية؟ في إندونيسيا سايا khawatir akan ujian, resah akan ujian. Jayid. Baik. Min, law ana aradtu an as'al. Mimma taqlaqina. Ha. Baik, limada mimma ustaz? Aslu al-jumla min ma تقلقين dari apa kamu khawatir mimma taqlaqina ha ukhti fini jumlah jawab mimma taqlaqina ha jawab aqlaqu minallah la aqlaqu min tapi penuh ya min azab al-qabr sahih mathalan na'am ya syekh idhan fi al-lughah al-indonesia hunaka farqun adabida baina
khawatir dan takut. Sahih? Sahih. إذن عندنا أيضا يوجد فرق بين يقلق ويخاف. مرة أخرى. يقلق ويخاف. يخاف. طيب لو أنا قلت مثلا مما تقلقين، انتبه، أقلق من مثلا الامتحان. طيب لكن أقول أخاف من الأسد. نعم. ليس أقلق، هذا أخاف. صحيح؟ أخاف من الأسد. تمام؟ طيب مثال، مثال مثلا أنا أريد الزواج. تمام؟ تمام. وأنا لا أجد الزوجة الصالحة. مرة أخرى، أنا لا أجد الزوجة الصالحة. ثم بعد ذلك هل أنا أخاف أو أقلق؟ أنت تقلق. نعم أنا أقلق. طيب لو أنا قلت أخاف من عدم الزواج، كلو سايت تدا نكاح، إذا كنابا تاكوت. صحيح؟ صحيح. إذن الصحيح نقول أقلق من عدم الزواج كلو سيأتي ده نكاح. جيد. لذلك بلال يقول أنا قلق يا أمي. أنا قلق يا أمي. طيب يا أستاذ، قلق هذه اسم أو فعل؟ اسم. هذا اسم فاعل، صفة مشبهة. تمام؟ نعم. طيب ماذا يقول بلال أخي فرمان؟ بلال يقول أريد الزواج يا أمي ولا أجد الفتاة المناسبة. طيب ولا أجد ال الفتاة المناسبة. ما معنى فتاة؟ امرأة. امرأة ماشي. امرأة ماذا يعني؟ امرأة المسلمة. ما الفرق بين كلمة فتاة وامرأة؟ الفتاة لما تزوج ماشي مجرد. فتاة يعني امرأة صغيرة لم تتزوج، نقول فتاة. نقول ماذا؟ فتاة. طيب كيف جمعها أخي فرمان؟ فتيات. فتيات. تمام؟ طيب. أيضا للرجال ما مضاد فتاة؟ ها؟ ما المضاد؟ فتاة. فتاة، أحسنت وبارك الله فيك. فتى يعني هذا الولد الذي لم يتزوج. تمام؟ نعم. كلمة فتى كيف جمعها؟ من يعرف؟ فتاة أو فتاة؟ فتاة. فتاة؟ لا. فتاة. فتاة. لا، هذا في سورة الكهف. فتيات. فتيات. فتيات جمع فتاة. تن 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 جمع فتيات. فتيات. لا، في سورة الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتيات. 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 جيد. إذن فتى والجمع فتية. طيب أو هناك جمع آخر فتيان. مرة أخرى. فتيان. فتيان. تمام. طيب فتاة في جملة أختي مرني. فتاة. نعم. فتاة. الرجال أريد
الزواج فتاة. مرة أخرى. الرجال يريد أن زواج فتاة. طيب لحظة واحدة، عندنا الفعل تزوج، الفعل ماذا؟ تزوج أو يتزوج. طيب لحظة واحدة، تزوج بي، تزوج بي، إذن أقول يا أختي مرني الرجل يريد ها أن تزوج بعد أن مضارع إلى يوم القيامة أختي مرني أن يتزوج أن يتزوج بالفتاة بالفتاة. أن يتزوج بالفتاة، بارك الله فيك ما شاء الله. طيب إذا الرجل يريد أن يتزوج بالفتاة، تمام؟ قلنا في سورة الكهف ها إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا جمع فتاة. طيب هو يقول ولا أجد الفتاة المناسبة. قبل أن نذكر ما معنى مناسبة، ما مضاد تزوج؟ درسنا هذا قبل ذلك. طلق. 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 أحسنت وبارك الله فيك. طيب قال ولا أجد الفتاة المناسبة. طيب مثال، ما معنى فتاة مناسبة؟ مثال شيخ أرنتو، نعم، أنت تلبس حذاء صحيح؟ كل شيء حذاء سندل نعم، هذا اسمه حذاء، تمام؟ تمام. طيب ما رقم حذائك؟ 40. أربعون ما شاء الله. حذائي أنا 43. ثلاثة نعم. هو يقول يتعجب كيف. طيب هل أنا أستطيع أن ألبس حذاءك؟ نعم. أنا أستطيع بس. يا تبيك بسارن شيء. يا مكتوبني. لا أنت كمو بس. لا تستطيع. لا لماذا؟ إذن حذاءك ليس مناسبا. نعم. ليس مناسبا. مناسبا. طيب مثال آخر يا أخي أرنتو. نعم. هل أنت تلبس ملابس الأطفال؟ لا. لماذا؟ ليس مناسبا. ليست مناسبة صحيح؟ لا يمكن صحيح؟ صحيح. طيب هل الأطفال يلبسون ملابسك؟ لا ليست مناسبا. أيضا مناسبة. إذن كلمة مناسب عندكم في الإندونيسية تشوتشوك صحيح؟ صحيح؟ سسوي أو سسوي. طيب عندنا مناسب لي، مناسب لي، كيف أقول هذا؟ مثال انظر
ملابس الأطفال ليست مناسبة لي. ليست مناسبة لي. طيب أخي فرمان، مناسب في جملة؟ أخي، طيب أخي أبو رفيف؟ مناسب الطلاب مناسب للدرس مع مدرس. مرة أخرى. الطلاب مناسبون للدراسة مع مدرسي. جيد. طيب أختي مرني. الطعام المقلي ليست مناسبة للمريض. الله، أحسنتي. طيب لو أنا قلت النشويات ليست مناسبة لمن؟ للمريض. ممكن للحمية. للحمية. صحيح؟ صحيح. ليست مناسبة للحمية. طيب هل يجوز أن أقول زوجتي مناسبة لي؟ لو أنا قلت مثال زوجتي مناسبة لي، ممكن أو لا؟ ممكن. ممكن، يعني هي تفكر مثلي، هي تسمع كلامي، إذن هي مناسبة لي. جيد. لذلك هو يقول لا أجد الفتاة المناسبة، يعني لي أنتو سايا. إذن هو لا يجد فتاة مناسبة له. جيد. تفضلي. لي سؤال. نعم. هل يجوز أن أقول درس عين الصرف ليس مناسب للأطفال؟ يجوز. نعم. ليس نعم. مناسبا للأطفال. صحيح. ليس مناسبا. نعم صحيح. تمام. تفضل. هل يجوز يقول الكبار لي... هل يجوز أن أقول؟ نعم. هل يجوز أن أقول؟ نعم. الكبار ليس مناسبا للمخلوق كده. مرة أخرى. الكبر ليس مناسبا للمخلوق. كبر. نعم صحيح. أحسنت. مناسب. صحيحة الجملة. صحيحة. الكبر ليس مناسبا للمخلوق. ممتاز. لأن المخلوق هذا من طين. صحيح. صحيح. إذن لا يجوز، أو الكبر ليس مناسبا له. ممتاز. طيب سنتوقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله خيرا. إن شاء الله. أنتم جميعا ذو علم، وأنتن ذوات علم إن شاء الله. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.